ويكون معانا على الهواء مباشرة من بوتسوانا وهنتكلم معاه. محمد برحب بيك على قناة النادي الأهلي. برحب بيك يا عمر، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أكيد وجودك في مقر النادي الأهلي حصلت في تمرينة النادي الأهلي الأخيرة، يعني عايز أعرف منك كل التفاصيل الخاصة بالواقعة الأخيرة اللي تمت في التمرين. عايز اطمنك على بعثه فريق النادي الاهلي في هذه اللحظات. البعثه الحمد لله انهت التدريب بشكل جيد جدا ووصلت الى فندق الاقامه. ما بين انهاء التدريب والوصول لفندق الاقامه كانت في بعض التفاصيل، يعني قد تكون صغيره كبيره، لكن احنا نشرحها للساده المشاهدين ويمكن صورناها صوت وصوره. المشهد بشكل عام بصراحه كان غريب جدا، يعني بعد ما الفرقه انهت التدريب في حدود الساعه 7:15 من مساء اليوم، توجه الجهاز واللاعبين بعد مغادره ارضيه الملعب الى الحافله التي ستقل الفريق من ملعب الوطني بي بتسوانا الى فندق الاقامه. فجاه وجدوا كل الادوات والاشياء التي تخص البعثه وادوات التدريب متواجده على الارضيه، ولا الاتوبيس والحافله ليست موجوده، وبالتالي اجريت اتصالات من خلال الاستاذ خالد الدرندلي رئيس البعثه وتدخل الكابتن محمد يوسف مدير الكره. والحمد لله في هذا التوقيت كان متواجد المنسق العام للمباراه من ملاوي والمنسق الاعلامي من كينيا، كانوا متواجدون مع بعثه فريق النادي الاهلي في هذه اللحظات داخل ارضيه الملعب وامام الاستاد الوطني في العاصمه البتسوانيه جبروني. بقدر الامكان حاولوا يعرفوا المشكله فين او الازمه فين، يعني هل الاتوبيس تحرك نتيجه ازمه عارضه او في عطل فني في الاتوبيس فهيجي باتوبيس بديل، لكن ما حدش بلغ بشكل رسمي ان ده حصل، فبالتالي كانت في تكهنات كثيره حول هذا الامر. تدخل المنسق العام للمباراه واجرى اتصالات بمسؤولي تاون شيب، خاصه ان لغايه اللحظه اللي بكلمك فيها دي او قبل ازمه موضوع الاتوبيس كانت الامور تسير بشكل جيد، وكان هناك تعاون كبير جدا من خلال رئيس نادي تاون شيب مع بعثه فريق النادي الاهلي، فبالتالي كان هناك اتصالات مستمره من الجانب الاداري ومع الاستاذ خالد داري رئيس البعثة. لكن في نفس الوقت وانت بتحل الأزمة وعايز تعرف أبعادها، كنت حريص بشكل كبير على عودة اللعيبة من المران مباشرة إلى الفندق، لأن الجو بارد وبعد ما التدريب انتهى قد يتعرض اللاعبين لنزلات برد محتاجين استشفاء ومختص ثلج بعد المران البدني والمران الفني. فكل هذه يعني العوامل كانت بتؤرق الجهاز الفني، وكان بيسعى بشكل كبير لعودة اللاعبين مباشرة من الملعب إلى فندق الإقامة وكسب مزيد من الوقت حتى لا تتفاقم أزمة أو تحدث أزمة للاعبين في ليله هذه المباراه الهامه جدا. وبالفعل نجح الاستاذ خالد الدرندلي رئيس البعثه والطاقم الاداري من خلال الكابتن محمد يوسف مدير الكره في توفير بعض السيارات الخاصه داخل الاستاد الوطني، ما بين سيارات ملاكي وسيارات تاكسي وعربيات تحرك اللاعبين الى فندق الاقامه. وبالفعل يعني قسمت المجموعات اللاعبين الى 3 أو 4 مجموعات وتحركوا بعد 30 دقيقه من حدوث الازمه بسرعه الى فندق الاقامه لاستكمال اجراءات التدريبات المتعلقه بالتدريبات الاستشفائيه والاستعداد للعشاء والمحاضرة الفنية. لكن بقى الجهاز الفني ورئيس البعثة داخل الاستاد الوطني مع المنسق العام للمباراة ومع المنسق الإعلامي لحل هذه الأزمة. وبالفعل بعد مزيد من الاتصالات الهاتفية فوجئنا بعد ساعة إلا ربع من نهاية المران بعودة الأتوبيس، وتحجج سائق الأتوبيس أن كاوتش الأتوبيس أو بعض الكاوتشات في الأتوبيس كان هناك فيها مشاكل تقنية ومشاكل فنية، فذهب إلى إصلاح هذا العطل ثم عاد إلى البعثة. عايز أكد لك على معلومة باتريس كارتيرون قالها أثناء هذه المشكلة وأثناء هذه الأزمة. قال عندما كان يقود منتخب مالي في التصفيات الأفريقية لكأس الأمم في السنوات السابقة حدثت معه نفس الأزمة وهو يواجه منتخب بتسوانا في التصفيات الأفريقية. بعد ما انتهى منتخب مالي من التدريب الرئيسي ليلة المباراة فوجئ بأن الأتوبيس غير موجود وحدثت نفس الأزمة، لكنه يعني ظل متواجد هو وبعثة منتخب مالي في الاستاد لمدة ساعتين إلى أن انتهى الأزمة وعاد الأتوبيس. فبالتالي يعني نجح الجهاز الإداري في حل الأزمة وتدخل الأستاذ خالد الدرندلي رئيس البعثة في إنهاء هذه الأزمة وعدم تصدير مشكلة للاعبين في ليلة المباراة. لكن قدر الإمكان يعني مش هنتكلم في شكوى رسمية أو أزمة أو يعني موضوع احنا شرحناه بالظبط زي ما اتشرح، يعني وصوت وصورة معاكم طبعا كل التفاصيل والتفاصيل. كانوا حاضرين
المحضرين، واكدوا ان هم هيرفعوا تقارير بهذه الازمه، وبالطبع ده هيذكر لي مراقب المباراه غدا باذن الله في المباراه المقرر اقامتها في 6:00 مساء. دي كانت النقطه او الشائكه الوحيده في بعثه فريق النادي الاهلي واللي تمت في الساعات الاخيره او قبل ساعه من الان يا عمر داخل معسكر فريق النادي الاهلي والاستعداد ليله هذه المباراه. بالطبع في تفاصيل كثيره هنعدى معاك واحده واحده. اذا كنت عايز تسال بقى عن التمرين واستعداد الفريق، يعني اقعد لك بالكلمه وتسال بقى عن المرحله القادمه وازاي الفريق بيستعد لهذه المباراه. طبعا محمد مش اول مره الاهلي يعني عنده خبره افريقيه كبيره جدا، الاهلي بيتعرض لمواقف بيعرف يحلها بالخبره اللي موجوده بالقياده الفنيه اللي موجوده سواء من رئيس البعثه او من المدير الفني والمدرب العام او مدير الكره، بالتالي الاهلي قدر انه يحل الازمه وينتقل الى مقر الاقامه علشان اللعيبه تكمل باقي البروجرام الخاص بليله مباراه غد ان شاء الله. قول لي اخر يعني اخر الاخبار اللي موجوده، هل ممكن نقدر نتوقع تشكيل؟ هل محمد هاني رسميا هو اللي هيكون موجود مكان احمد فتحي بكره ان شاء الله، ولا ممكن نلاقي تشكيل مختلف عن لقاء برج العرب الاخير في دوري الابطال؟ طيب يا عمر انا هكلمك على ارض الواقع وبما ما رايناه في ارضيه الملعب والتدريبات سواء اليوم او في الايام القليله الماضيه والتدريبات التي سبقت تقليله المباراه. لم يتحدد بشكل رسمي من خلال التقسيمه الفنيه او التدريبات وشغل التكتيك في الملعب الشكل النهائي والتشكيله الرسميه اللي تقدر من خلالها بمجرد ما رايتها بعينك ان تذكرها لجماهير النادي الاهلي بان هذا اللاعب في المركز الظهير الايمن وهذا في مركز راس الحربه، لكن كان هناك تعتيم في مساله التشكيل وعدم وضوح الرؤية في مسألة التشكيل تحديدا في مران الأمس وفي مران اليوم. هناك شواهد قد تؤكد بالطبع عدد معين من اللاعبين قد تقترب من 70 إلى 80% من التشكيلة الأساسية، لكن من خلال تقسيمة رئيسية ال 11 لاعب بالظبط سيبدأ بهم كارتيرون وده حصل في التدريبات الأخيرة أو تدريب ليلة المباراة لم يحدث إطلاقا، وهناك بالتأكيد يعني أكيد أسباب عديدة لدى الجهاز الفني وباتريس كارتيرون تحديدا اليوم. هناك وسائل إعلام بتحضر هذا التدريب بتصور أول ربع ساعة، التدريب بيقام على الملعب الرئيسي، قد تكون هناك أعين من مسؤولي تاونشيب لمتابعة تدريب الأهلي ليلة المباراة، فبالتالي كل هذه الأكيد الأطر لدى الجهاز الفني بيتابعها وعلى دراية بها من خبرات الأهلي الأفريقية وخبرات باتريس كارتيرون. لكن من مصادرنا تقدر تتكلم إن المركز الظهير الأيمن لا بديل عن وجود محمد هاني كبديل لأحمد فتحي، لأن كمان باسم علي المقيد في القائمة الأفريقية لم يتواجد مع البعثة هنا في تاونشيب نتيجة إن هو لم يعني يتأهل أو لم يكن جاهزا للمشاركة في المباريات. نفس الأمر احمد فتحي خلاص غائب فيلعب مكانه محمد هاني، لا بديل عن علي معلول الاساسي في الفتره الاخيره ان يتواجد في التشكيله الاساسيه، سليف كوليبالي وسعد سمير في مركز قلب الدفاع. وان كان هناك تدريب من 48 ساعه منذ 48 ساعه الجهاز الفني فكر كده في شكل معين نبدا بايمن اشرف بجوار سليف كوليبالي وسعد سمير، لكن هذه الفكره تلاشت في تدريب الامس وتدريب اليوم ولم تظهر او لم تتكرر مره اخرى. في حراسه المرمى محمد الشناوي، في وسط الارتكاز حسام عاشور وعمر السلي، امامهم مؤمن زكريا، وليد أزارو أصبحت الحمد لله حالته البدنية والفنية جيدة، شارك اليوم في التدريبات بشكل كامل بعد إصابته بالأمس وكانت هناك شكوك حول لحاقه بمباراة الغد، لكن مشاركته اليوم بتؤكد أنه جاهز. لكن يتبقى في النهاية القرار الفني لباتريس كارتيرون، بالطبع لديه أكيد رؤى فنية قد يدفع بمروان محسن، قد جرى أن وليد أزارو اليوم ظهر بشكل جيد فيبدأ به غدا ويدفع به منذ البداية، وليد سليمان جونيور أجاي أحدهما سيبدأ بجوار مؤمن زكريا أو البدء بالثلاثي مع بداية المباراة. إذا أنت بتتكلم في نسبة تشكيل 80% تقترب من نفس التشكيلة اللي بدأتها المباراة السابقة واللي فاز بيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء يا عمر، مع الوضع في الاعتبار أن الجهاز الفني من خلال رؤيته للتشكيلة يعني يعتبر أن هذه المباراة تختلف اختلافا كلي وجزئي عن المباراة السابقة، لأن هذه المباراة البعض قد يعتقد أنها سهلة بعد الفوز بثلاثة أهداف في المباراة الأولى، لكن الجهاز الفني من خلال رؤيته للتشكيلة وأجواء المباراة وظروفها هذه المباراة مختلفة تماما عن مباراة برج العرب. محمد يعني عايز اعرف منك بكره اليوم هيمشي ازاي؟ المباراه هتكون الساعه 6 بتوقيت القاهره، هو نفس توقيت بوتسوانا. اليوم بكره هيمشي ازاي؟ انت كنت كمان موجود في ارض الملعب فتقدر تكلمني على ارضيه الملعب وعلى حاله الاستاد. سمعنا ان الملعب بيتسع الى 22,000، الطبع 18,000 تذكره، لكن الحضور هيبقى حوالي 5,000. عايز اعرف بقى منك صحه كل الاسئله اللي انا سالتها لك. Thank you.
طيب اولا يا عمر انا اكلمك على التذاكر. سعه الاستاد بالفعل زي ما ذكرت 22000 تذكره، تم طرح 18000 تذكره في السوق لكل الجماهير، لكن موضوع 5000 تذكره ده ذكر في الاجتماع الفني بشكل تقريبي من مسؤولي تاونشيب ان التذاكر التي بيعت حتى هذه اللحظات تقترب من هذا الرقم، لكن منذ الصباح حتى موعد المباراه غدا لا نعلم بالتاكيد هل التذاكر زادت عن هذا الحد، هل الجماهير هنا تشتري التذاكر قبل المباراه بساعات قليله فتفاجئ ان غدا الملعب ممتلئ عن اخره، مع الوضع في الاعتبار ان مباراه تاونشيب مع كامبالا سيتي في الجوله الاولى الملعب كاد ان يقترب من النفاذ بالكامل، يعني حوالي من 18 ل 20000 متفرج كانوا متواجدين في الملعب، فبالتالي هذه النقطه ليست فيها معلومات دقيقه ومحدده، سنتاكد منها غدا ان شاء الله اثناء الذهاب الى ملعب المباراه. لكن ارضيه الملعب يعني انا عجبتني بصراحه لفته طيبه جدا من الجهاز الفني وباتريس كارتيرون، بدا المحاضره النهارده مع اللعيبه في ارضيه الملعب ان مش عايزين نتكلم على الارضيه وان الارضيه غير جاهزه وان الارضيه ليست على المستوى المامول في مباريات البطوله الافريقيه، هذه الارضيه نواجهها وتتواجد في الدوري المصري وفي ملاعب كثيره نلعب عليها في الدوري المصري وفي اماكن كثيره الاهلي يتدرب عليها في القاهره وفي مصر، وبالتالي موضوع ارضيه الملعب الجهاز الفني طلب من اللاعبين عدم الحديث عنه او التركيز فيه او التفكير فيه حتى ليله المباراه او في مباراه الغد، واكد لهم ان هذه المباراه تحتاج الى 11 مقاتل في الملعب، اي لاعب سيكون لديه تفكير ولو بنسبه 1% ان المباراه قد تخرج بتعادل ايجابي او الاهلي سيعود بنقطه لا احتاجه في هذه المباراه، اريد 11 لاعب يسعى للفوز ليس الا والعوده بالثلاث نقاط، وبالتالي ارضيه الملعب لا يعني ليس هناك مجال للحديث عنها طالما الجهاز الفني واللاعبين لا يتحدثون عنها، لكن من خلال رؤيتي ولما نزلنا ارض الملعب وسالت الجهاز الفني وشفت ارضيه الملعب سيئه جدا جدا، العشب قصير جدا، الارضيه طينيه، فبالتالي انت بتلعب على ارضيه تقترب من الحدائق او التنزهات ليس ارضيه ملعب كره قدم. دي الصوره اللي موجوده في ارضيه الملعب، الملعب صغير ليس طبعا بالمساحه الكبيره رغم ان مساحه المدرجات 22000، لكن الملعب قريب جدا او المدرجات قريبه جدا من ارضيه الملعب يا عمر. بكره اليوم هيمشي ازاي؟ هتتحركوا الساعه كام لملعب المباراه؟ الاهلي هيتناول الغداء الساعه كام؟ هل هيكون في محاضره فنيه في مقر بعثه الاقامه ولا هيكون مستر كارترون هيكتفي بمحاضره فنيه من داخل الملعب قبل المباراه؟ هبدأ معاك عن برنامج فريق النادي الأهلي من اللحظة اللي بكلمك فيها، الساعة دلوقتي بالظبط الساعة 9:10 في محاضرة فنية للاعبين والجهاز الفني في هذه اللحظات داخل إحدى القاعات الكبرى في فندق الإقامة، هي المحاضرة الفنية قبل الأخير استعدادا لمباراة الغد، لكن غدا البرنامج يبدأ من الساعة 10 صباحا ولأول مرة داخل معسكر فريق النادي الأهلي في بتسوانا منذ أن وصلنا يوم الثلاثاء الماضي، أول مرة يكون الإفطار إجباري على كل اللاعبين غدا في الساعة 10 صباحا، كل اللاعبين بلا استثناء الإفطار غدا إجباري، خلال الأيام القليلة الماضية كان الجهاز يعطي فرصة للاعبين للراحة والإفطار يكون اختياري عشان يدي فرصة إن اللعيبة تخلد أو يعني تحتاج فترة كبيرة من النوم والراحة داخل الغرف في فندق الإقامة، لكن غدا الإفطار الساعة 10 صباحا توقيت إجباري في محاضرة فنية في حدود حوالي الساعة 3 عصرا، ثم التحرك في الساعة 3:30 الرابعة إلى ربع في هذا التوقيت إلى ملعب المباراة. ملعب المباراة قريب من فندق الإقامة بالضبط حوالي 5 كيلومتر، يعني بالسيارة أو بالعربية حوالي 10 دقائق بالضبط. غدا كمان يوم أجازة فالطريق هيكون سهل جدا للوصول للإستاد بسرعة وفي هذه المدة المحددة، وطبقا للاجتماع الفني الفريق لابد أن يتواجد في ملعب الوطني في جبروني هنا الملعب الرسمي ليستضيف هذه المباراة في الساعة 4 عصرا قبل موعد المباراة بساعتين. الفريق ينزل لأداء عمليات الإحماء الساعة 5:50، ثم المباراة تنطلق بقيادة تحكيم كيني في الساعة 6:00 مساء، ثم نهاية المباراة وبعدها المؤتمر الصحفي والعودة لفندق الإقامة بعد النهاية، ونتمنى يا رب تكون نهاية سعيدة والفوز بالثلاث نقاط. ثم في اليوم التالي الفريق يغادر هنا من بتسوانا في الساعة 2:00 من ظهر يوم الأحد ليصل في صباح يوم الاثنين القادم إن شاء الله بعد اقتناص ثلاث نقاط مهمة واعتلاء الصدارة مع الترجي التونسي في انتظار برضو هذه النتيجة المهمة، هذه المباراة الهامة مباراة الترجي التونسي وكامبالا سيتي في أوغندا، ستكون مباراة حاسمة ونقاطها مفصلية في نتيجة مباراة الأهلي وتاونشيب. لكن نقطة أخيرة كمان عايز أكد عليها عمر، ويمكن معلومة مهمة لكل المتابعين للشأن الأهلاوي والاستعدادات في المباريات الأفريقية. الفترة الأخيرة مايكل ليندمان بيتعامل مع ضغط المباريات والاستعداد الرسمي، والفريق بيبدأ فترة إعداد في الفترة الأخيرة وداخل على مباريات أفريقية وعنده ضغط مباريات في البطولة المحلية، فبالتالي ما بين درجة حرارة عالية درجة برودة هنا في
عشان على أساسها يبدأ يعمل مقياس للعضلات والتدريبات البدنية. جزء علمي مهم جدا بيتميز به الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي من خلال جهاز فني متميز بيقوده باتريس كارتيرون ومعه الكابتن محمد يوسف بالتأكيد أحد القيادات الرياضية في النادي الأهلي واللي سبق معاه الفوز بالبطولة الأفريقية، ومايكل ليندمان مدرب الأحمال وباقي أعضاء الجهاز المعاون الكابتن سامي أمصان والكابتن مصطفى كمال والجهاز الطبي والإداري. لكن نتمنى يا رب التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة والعودة بالثلاث نقاط. إليك الكلمة عمر. محمد هسألك على الجانب البطولي، شايف ازاي الصحافة والجمهور بيتعاملوا مع المباراة وشايفين وجود النادي الاهلي في بوتسوانا نادي القرن من اعظم الاندية اللي موجودة في افريقيا وفي العالم؟ يعني عايز اعرف ازاي الجانب البوتسواني شايف المباراة، هل هم شايفين المباراة صعبة، هل هم شايفين ان فريق تاونشيب قادر ان هو يعمل نتيجة ايجابية ضد النادي الاهلي، هل هم لا نادي طبعا صعب ان تاونشيب يكسبه وبالتالي هي مباراه فقط لاستعراض اللعيبه لاستعراض قدراتهم ومهاراتهم وعرض مباراه جيده قدام النادي الاهلي؟ عبد معاك بتصريحات المدير الفني الصربي لفريق تاونشيب نيكولا كافوزوفيتش اللي تحدث النهارده عن ان المباراه صعبه جدا جدا جدا، واكد انه يلعب امام فريق يعتبر رقم واحد في القاره الافريقيه، لكنه اكد على معلومه غريبه. يعني قال لي صدر معلومه للاعلام هنا في بوتسوانا وللجماهير انه اذا خسر هذه المباراه لا توجد ازمه او اي مشكله، لانه سيبدا الاستعداد للبطوله الافريقيه القادمه التي ستنطلق في اواخر شهر نوفمبر من نهايه هذا العام. الاعلام والصحافه هنا لا تتحدث كثيرا عن المباراه او عامه عن كره القدم بشكل عام، دايما احاديثهم بتتركز في منشطات الصحف والصور التي نتابعها من خلال هذه الصحف عن ألعاب القوة ودوري الرجبي، اهتماماتهم أكثر بعيدا عن كرة القدم. لكن في المؤتمر الصحفي اليوم يبدو أن الاهتمام الإعلامي يبدأ تدريجيا الاهتمام بأهمية المباراة في الساعات الأخيرة قبل انطلاق المباراة. النهاردة كان في صحفيين كتير جدا في المؤتمر الصحفي، كانت هناك العديد من الاستفسارات والأسئلة للمدير الفني الصربي لتاونشيب عن أهمية هذه المباراة، لدرجة أن أحد الصحفيين هنا سأله عن لماذا تحدث في المباراة الأولى وفي المؤتمر الصحفي في برج العرب أنه لا يعلم أي شيء عن فريق النادي الأهلي. عاد مجددا المدير الفني الصربي وأكد أنه يعلم كل شيء عن فريق النادي الأهلي كاسم وكتاريخ، لكن الحديث عن المباريات كرة القدم والأحاديث الفنية التاريخ ليس هو المعيار، وأنه كمدير فني عنده أزمة داخل الجهاز الفني أن الاستاف المتواجد معاه كتحليل أداء وكتحليل فني داخل فريق تاونشيب هناك أزمة في الإمكانيات والأدوات وفي الأفكار الفنية، فبالتالي قبل أي مباراة بيبقى عنده أزمة إزاي هيواجه الفريق اللي هيلعبه وإزاي إمكانيات الفريق اللي هيلعبه. فبالتالي هي دي النقطة اللي كان يقصدها، إن ما كانش عنده ماتيريال كويس الأهلي أو هايلايتس أو تحليل فني مميز لفريق النادي الأهلي نتيجة ضعف الاستاف الفني اللي شغال معاه، فعشان كده كان بيأكد أنه هو يقصد أن الأهلي تاريخ كبير لكن ما شافوش أفريقيا للفترة الأخيرة من ضعف الاستاف المتواجد معاه. لكن بشكل عام يرى أنها مباراة صعبة، عارف أنها مباراة كبيرة، عارف أن الأهلي عنده إمكانيات متميزة جدا، وبيتمنى بيقول أن أنا إذا فزت بكرة هيبقى شيء إيجابي، ما فزتش ده شيء عادي. الضغط أكتر، هو من وجهة نظره قال الضغط أكتر هيكون على فريق الأهلي، الأهلي فريق بطولات عايز يكسب، عايز يكمل في البطولة الأفريقية، ووجه رسالة لجماهيره ان هم يقفوا جنب فرقته لغاية المباراة بإذن الله ما تنتهي، وان لو كسب يستمر الدعم ولو خسر يسندوه عشان يستعد للبطولة الأفريقية القادمة. محمد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في الأهلي في كل مكان، وضحت بشكل كبير كل ما يدور في بوتسوانا وآخر الأخبار وتوضيح صورة موقف الأوتوبيس الخاص بتمرين النادي الأهلي، وإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي بكرة، أكيد هتكون بكرة معانا علشان تطلعنا على كل ما هو جديد وترجع بألف سلامة إن شاء الله أنت والبعثة وبالثلاث نقاط إن شاء الله. شكرا محمد سعيد.